الدولة المصرية اشتغلت في ال10 سنين اللي فاتوا على مسار تنموي متطور بيشمل كل مناطق سيناء، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية الزراعية زي مشروع تنمية شمال ووسط سيناء اللي بيستهدف استصلاح واستزراع حوالي 700,000 فدان. بالإضافة طبعا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه. خلينا نشوف هذا التقرير عن المشروعات الزراعية اللي اتعملت في شبه جزيرة سيناء. التنمية اللي بتشهدها سيناء خلال ال10 سنين اللي فاتوا جاءت نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء، مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء. المشروعات التنموية دي هتساعد في الإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية بما يزيد من دورهم في تنفيذ التنمية الشاملة ورفع مستوى قدرتهم الإنتاجية، مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية. ولو بصينا لحجم مشروعات التنمية اللي بتتم على أرض سيناء هنجد إنه فيه اهتمام بمجال البنية الأساسية اللي كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية، زي مثلاً شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة، واللي كلفت الدولة مليارات الجنيهات، خصوصاً المشروعات الزراعية زي مشروع تنمية شمال ووسط سيناء اللي بيستهدف استصلاح واستزراع حوالي 700,000 فدان. كمان مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال إنشاء 17 تجمع زراعي متكامل، منها 11 تجمع في شمال سيناء. المشاريع دي استهدفت ووفرت أكتر من 6,000 فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20,000 فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكتر من 2,100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها. كمان مشروع إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، منها مركزين في شمال سيناء النثيلة الدفيدف ومركز في جنوب سيناء سهل القاع، وده لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء. أما ملف الثروة السمكية هنلاقي فيه طفرة كبيرة في سيناء، منها تطوير بحيرة البردويل لزيادة طاقتها الإنتاجية، كمان تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وإنشاء مصنع التلج لحفظ الأسماك.